في اللحظة دي. And Willie, we're with you on remaining APU start. في طفل بيتولد أبوه وأمه هيكتبوا في شهادة الميلاد مسلم. في اللحظة دي في قسيس بيغرق طفل لسه مولود في المية عشان يبقى مسيحي. في أم بتلبس بنتها اللي عندها 5 سنين الحجاب. في أب واخد ابنه اللي عنده 4 سنين الجامع عشان يعلمه إزاي يصلي. في اللحظة دي في آلاف الأطفال بيتولدوا، كل واحد فيهم هيورث الدين اللي هيلاقي أبوه وأمه عليه. آلاف الأطفال كل لحظة بيتولدوا وهيلاقوا نفسهم ما بين أكتر من 4000 دين ومئات الآلاف من الطوائف. دلوقتي أكيد كل الأديان دي بتختلف عن بعضها في حاجات معينة، بس في حاجات كل الأديان دي بتشترك فيها، كلها بتقول إن هي الديانة الوحيدة الصح، كلها بتقول إن كل الناس في باقي الأديان التانية غلط، كلها لها طقوس وعادات أصحاب الديانة دي لازم يعملوها، كلها بتوعد اللي هيخش فيها بالجنة، كلها بتهدد اللي مش هيخش فيها بالنار. نظرة واحدة للدايرة دي أي واحد هيفهم إن في حاجة غلط، بس الاعتراف بإن في حاجة غلط مش بالسهولة دي. إزاي الملايين اللي في ديني دول كلهم غلط؟ اللي بحس براحة نفسية وأنا بصلي، مين اللي جاب الكون؟ لما أموت هروح فين؟ نفترض طلع في الآخر إلهي موجود، هعمل إيه ساعتها؟ آلاف الأسئلة اللي كفيلة بإنها تخلي أي إنسان يخاف يفكر، بس الأسئلة دي هي نفسها إجابة السؤال الأهم اللي أنت من جواك بتخاف تسأله لنفسك، وإيه اللي أنا بعمله ده؟ خليني أحكي لك قصة دينك. من بداية تطور وعي الكائن البشري على الأرض وهو بدأ يعطي اهتمام بالأشياء الغريبة في الطبيعة حواليه، بدأ يقدسها. الأمر كان ليه علاقة بخوفه من المجهول، زائد إن عنده القدرة على التخيل، على عكس بقية الكائنات الحية كان عندها خوف بس ما كانش عندها القدرة على التخيل. وللأشياء اللي قدسها الكائن البشري كانت الصخور، قدسها لأنه كان بيستغرب إزاي الصخور بتكون منفصلة عن بقية الأرض مستوية. كان بيجهل إن الصخور هي نتاج عوامل التواءات القشرة الأرضية، ما فيهاش أي شيء عظيم، لكن خوفه وجهله بالسبب خلاه يعبدها. بعدها عبد الشهب والنيازك، كان بيعبدها لأنه حاسس إنها شيء عظيم، كان فاكر إنها بتظهر كعقاب على شيء غلط عمله. بعدها قدس الحيوان وعبده. بعدها عبد عناصر الطبيعة، الهواء، المية، النار. بدأ يتخيل إنه كل حاجة منهم وراها كائن بيتحكم فيها. بعدها عبد القمر والشمس. بعدها بص الكائن البشري الكائن البشري الأقوى منه وعبده. بتحول الكائن البشري من إنه يتخيل آلهة يفسر بيها اللي مش فاهمه إلى شعوره بإنه لازم يعبد حاجة ويصلي لها، إن ده هو الغرض من وجوده في الحياة. فضل الكائن البشري ضمن ملايين من قبائل مختلفة على مدار ملايين السنين بعبادة آلهة كتير، لحد ما وصل لإنه يقدس ويعبد الآلهة الموجودة دلوقتي، الآلهة المخفية. الإله المخفي هو اللي جابنا على الأرض، هو اللي جاب الكون. الإله المخفي هو اللي بيموت الناس، هو اللي بيحييهم، هو اللي بيشفي، هو اللي بيمرض، هو اللي يكافئ اللي يعمل حاجة كويسة، هو اللي يحرق أي حد يعمل حاجة غلط، هو اللي جاب كل شيء بس مفيش حاجة جابته، هو الجواب على كل شيء. بس بدراسة تاريخ الأحياء هتعرف إن الإنسان موجود على الأرض من ملايين السنين، ودينك لسه فاكر ينزل من 1000 سنة. بدراسة تاريخ الأديان هتفهم إن أيا كان دينك اللي انت عليه دلوقتي، ما هو إلا تراكم عشرات الأديان اللي كانت قبله. مفيش أي دين موجود على الأرض، كل الطقوس والقصص اللي فيه كان هو أول من ذكرها. عمرك سألت نفسك إزاي في أديان كانت قبل دينك ذكرت حاجات موجودة بالحرف في دينك؟ إزاي الفراعنة من آلاف السنين قالوا إن في يوم بعث وحساب وعقاب؟ بعدها بآلاف السنين جات اليهودية اللي قالوا لك إنها أول ديانة تنزل من السماء، وقالت إن في يوم بعث وحساب وعقاب. إزاي الزرادشتية قالت إن في جنة ونار وخمس فروض صلاة وضوء وتشهد؟ ويجي الإسلام بعدها بآلاف السنين يقول إن في جنة ونار وخمس فروض صلاة وضوء وتشهد؟ إزاي أوقات وحركات الصلاة في الإسلام هي نفس أوقات وحركات الصلاة في الزرادشتية؟ الدين فكرة الكائن البشري عملها عشان يحاول يفسر الكون حواليه. الأديان مش قواعد نازلة من السماء، الأديان اتعملت على الأرض. حتى القرود بيمارسوا طقوس دينية زي البشر. مفيش حاجة اسمها آلهة، مفيش آلهة خلق الكائن البشري، الكائن البشري هو اللي خلق الآلهة. فكرة ريح بيها دماغه من التفكير، جواب يملى بيه فراغ أي سؤال هو مش عارف إجابته. طب أنا هروح فين بعد ما أموت؟ لنفس المكان اللي كنت فيه قبل ما تتولد. مش هتكون موجود. بص لأي كائن حي قدامك وشوف هيروح فين لما يموت. هينتهي زيه زي ملايين الكائنات الحية اللي بتموت كل لحظة، لكن بالرغم الإجابة موجودة قدام عينيك إلا إنك مش قادر تتقبلها. أنت عايز تحس إنك مميز، شايف نفسك أهم شيء في الكون، اللي تعلمك بحجم الكون مخليك تعتقد إن الكون موجود عشانك. الكون مش موجود عشانك، الكون كان موجود قبل ما أنت تتوجد ب 14 مليار سنة، وهيستمر بعد ما أنت وكل الكائنات اللي على الأرض تنتهي إلى ما لا نهاية. وجود الكون مش مرتبط بيك، الكون هو السبب في وجودك مش انت السبب في وجود الكون، افهم. طب الكون ده كله جه ازاي؟ معقول جه لوحده؟ محدش يعرف الكون جه ازاي، بس لازم تعرف ان العلم بيقرب كل يوم من الاجابه، وفي يوم هنعرف، والاجابه ساعتها مش هتكون الدين، مش هتكون معجزه، مش هيكون اله زيوس هو اللي جاب الكون، مش اله امون، مش هميره،
مش ياوي، مش يسوع، مش الله، ومش آلاف الآلهة التانية. الإجابة هتكون أعظم من كده بكتير. لو في جملة واحدة ممكن تفسر الكون وأي سؤال أنت مش عارف إجابته هتكون كالآتي: أي شيء يعارض قوانين الفيزياء والطبيعة هو شيء غير موجود وغير حقيقي. فكل ما هو موجود وحقيقي يمكن تفسيره طبقا لقوانين بالإمكان دراستها، سواء كان هذا الشيء كيفية نشأة الحياة، أو كيف جاءت الخلية الأولى، أو كيف جاء الكون نفسه. أي شيء تجهله هو ببساطة شيء تجهله. طب مين لحاسب الإنسان اللي بيظلم، اللي بيقتل؟ مين لحاسب هتلر بعد ما مات؟ مفيش حد. الموت هو عقاب كافي لأي كائن حي. مين لحاسب الأسد اللي بيقتل الغزالة؟ مين لحاسب العنكبوت اللي بيقتل الحشرات؟ مين لحاسب الكائنات اللي بتاكل بعض كل يوم؟ اللي بالنسبة للفريسة ظلم، بالنسبة للمفترس طبيعي، زيك لما بتقتل حيوانات وتاكلها كأنه شيء طبيعي. مشاعر الظلم والعدل والكره والحب كلها عبارة عن هرمونات موجودة جوا خلايا عقلك، مش قوانين الكون ماشي عليها. تخيلك ان في كائن في السماء يحاسب الانسان اللي ظلمك بعد ما مات هو تمني زائف بس عشان تعرف تعيش مرتاح. يعني كده الانسان اللي ما عندوش دين ممكن يعمل اي حاجة براحته، يعني ما عندوش اخلاق؟ غلط. بص، اكتر الناس اللي ما عندهاش دين في العالم مقارن ما بينهم وبين اكتر الناس المتدينة، قارن ما بينهم وبين الشيوخ اللي انت بتسمع لهم وبيقولوا لك احمل ايه وما تحملش ايه. اياك تفتكر ان دينك هو اللي مخليك تعمل صح. اياك تعتقد ان دينك هو مصدر اخلاقك. الاخلاق هي انك تعمل شيء انت حاسس من جواك انه صح بغض النظر عن اللي بيتقالك. اما دينك هو تنفيذ اللي بيتقالك بغض النظر عن احساسك انه صح او غلط. الاثنين عكس بعض تماما. ان يكون عندك اخلاق يعني تعمل خير عشان انت من جواك بتحب الخير، مش عشان في حد بيوعدك بجنة او بيهددك بنار. تخيل قد ايه الاديان ممكن تعمل انسان لما تدفع مليارات عشان اكتر من مليون واحد يروح يلف حوالين حجر، او اكتر من 80 مليون واحد يروح يحجوا في ديانة الهندوسية. انا مش جاي اقول لك انك مش فاهم الدين صح، وان الشيوخ مش بيمثلوا الدين، او انك المفروض تسيب الشيوخ المتعصبة وتسمع الشيخ وسيم بيلبس كاجوال وهو بيفسر الجرائم اللي بيأمرك بها دينك بطريقة تانية عشان يحاول يقنعك ان الدين يسر مش عسر. مش جاي اقول لك ان المفروض تسيب الوحش في دينك وتمسك الحلو، او انك محتاج تقرا الاف الاديان التانية عشان تعرف ان في حاجة غلط. انا جاي اقول لك بص على الصورة الاكبر، بص من بعيد وانت هتفهم ان المنظومة كلها غلط. المنظومة كلها مبنية